بص بقى الخبر اللي جاي ده خبر اللي جاي ده خبر يعني اثار غضب ناس كتيرة جدا، بنتكلم هنا دوليا كمان على السوشيال ميديا تحديدا وكمان الصحف المختلفة وتحديدا الإنجليزية، لأن الموضوع أصبح متكرر في الفترة الأخيرة بشكل كبير. لاعب فرنسي دولي بيواجه اتهامات بالاغتصاب، هو اسمه بنجامين ماندي، أكيد حضراتكم عارفين، هو لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي. بيواجه هنا تهمة واحدة كريم، تهمتين، لا بيواجه 6 تهم كلها يعني زي ما النيابة بتتكلم مزاعم بالاغتصاب، وكلها صادرة من 4 سيدات اتهموه بوقائع اغتصاب في الفترة ده، بنتكلم من أكتوبر 2020 لغاية أغسطس 2021. حاجة غريبة ان احنا نسمعها، وعلى فكرة دي مش اول حادثة يعني من نوعها، احنا سمعنا الموضوع ده من لاعبين كبار جدا قبل كده. اللاعب تم ايقافه من نادي مانشستر سيتي طبعا، وتم احتجازه في سجن ليفربول لحين انتهاء التحقيقات هناك. الموضوع مش هزار طبعا. يعني ما فيش حاجة اسمها ان حد يتم اتهامه بقضية زي كده او تهمة زي كده وان هو يكمل حياته عادي لحين بقى انتهاء الاجراءات. هناك على طول انت بتتحبس لغاية لما يتم البت في امرك، ودف عندنا في مصر في أي دولة محترمة فيها قوانين. يعني اللاعب ده كمان بيلعب مع مانشستر سيتي من عام 2017 وانضم للفريق، وكان جاي من موناكو، احنا بندي حضراتكم للي مش عارف هو مين. لكن الغريب ان يعني الموضوع أصبح متكرر مؤخرا يا كريم، وعايزين نعرف السبب. يعني برضو غريبة ان انت تسمع عن قضايا زي كده من لعيبة يعني كورة او رياضيين. يعني احنا ممكن نسمع عن ده من ناس عادية، لكن تتكلم عن رياضيين مفروض ان هم عندهم صفات مختلفة، مفروض ان هو فكر مختلف، مفروض الناس دي بتبقى ايدلز زي ما بيتقال، او يعني بيتضرب بيهم المثل. يعني أنا مستغربة جدا، بس خليني أروح مع حضراتكم برضو إن لازم تعرفوا الصحف العالمية بتتكلم إزاي. من The Guardian، والمنشد ده تكرر في معظم الصحف: مانشستر سيتيز بنجامين ماندي تشارجد وذ 2 additional counts of rape، تم يعني اتهامه في 2 اغتصاب اخرين، ومفروض ان هو كمان الكراون بروسيكيوشن سيرفيس هاز كونفيرمد، ده زي النيابه العامه عندهم هي اللي اكدت هذه الجريمه. يعني هو كان عنده 4 وضاف ليهم 2، حاجه غريبه جدا. حاجه صعبه. اندبندنت برضو نفس المنشد: بنجامين ماندي مانشستر سيتي بلاير تشارجد وذ 2 additional counts of rape. يعني حاجه محزنه، وعايزه اقول لحضراتكم يعني الناس هناك المواضيع دي عندهم صعبه برضو، مش عاديه، يعني مش اللي هو تهمه عاديه وخلاص، لا، الناس انتفضت، الصحافه بتتكلم والصحافه متابعه، السوشيال ميديا لو حضراتكم دخلتوا دلوقتي على تويتر تحديدا هتشوفوا غضب كبير جدا من هذا اللاعب. ف معرفش، في علامة استفهام على اللي بيحصل مؤخرا تحديدا من لعيبة أو رياضيين، يعني حاجة محزنة. وعلى رأيك الموضوع ده كمان متكرر ودايما مرتبط بنجوم، مش مجرد رياضيين عاديين، احنا بنتكلم على نجوم وأيقونات في رياضات مختلفة، والمفروض إن الرياضة أخلاق. يعني ده اللي احنا نعرفه بالظبط كده، يعني هم ضربوا المبدا ده في مقتل. انت لسه بتقول على محمد صلاح، يعني انت لسه بتقول، او حتى مثلا كريستيانو، على فكره كريستيانو رونالدو من الشخصيات برضو الرياضيه اللي عندها انسانيه بشكل كبير جدا، بيعمل حاجات كتيره قوي كويسه يعني على سبيل المثال. فده اللي احنا نعرفه، او دي الايكونز اللي احنا بنتابعها واللي المفروض الاجيال بتتعلم منها الصغيره، لكن حاجات زي كده مش حلوه. لا، وفي مش حلوه ابدا. في كمان منوعات ثانيه، يعني في قضايا ثانيه مثلا، او مشاكل اجتماعيه ثانيه، تسمعي عن قصص خيانة فظيعة جدا في بعض الأحيان، بيبقى الاتنين لعيبة من نفس الفريق مع يعني بالزبط. فشيء غريب. بعدين الغريب كمان إن هم يعني كون إن هم نجوم عالميين في الرياضة، وكون إن الثقافة في الغرب مختلفة كتير عن عالمنا العربي، فهم في الحالتين مش محتاجين يعملوا النوع ده من الأمور. ف على كل الأحوال طبعا أكيد ظاهرة مرفوضة تماما، وهياخد عقابه فيها. نتابعها طبعا. صحيح، تمام.